قرآنك من بقرة إلى برب الناس دال أقريدو سورة أي شنجر كسو نقنقط التوحيدك أو أهل لا إله إلا هو أما لا إله إلا هو سورة بسيئة وموضوع شيقة قرآنك سيدو إسوها يستو سلسلة أهان إيا سيدو إسكونا نجيه إيا سيدو إسوها الرعسيه إيا سورة بلوغة إذية نمات كذا على قدر كان حيسا إيا حتى سورة نماتي إيا سورة كوحك تحريرك كان حي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد. أيها الأحبة في الله يحبكم في الله وتحنهني لما قعب حي روح أو ندمي كلام كربك سبحانه وتعالى حلقتني وحلقتني تبنات إيسا أقل هذا مركة هراء هل كنت نجيني عنك أها إنا كب الله أو أها والعلم بالمقصود موصل إلى تدبر الآيات فاعلم أولا شيغا إنا العلم إيا أقون إيا معرفة إيلا تاقارهان كلام كرب العالمين وحوكو قارسين يا يدها قرآن كا إنا ضبوحضه أضل النميسه كل اللي بانتو أدون إيا آخربا ما أنت وحان قبرك كسو دجيرينا لحظينا نانو صور لغينا سيئان أوه ذاقنو سورة صدحاب كتاب رب العالمين وسورة آل عمران سبق أن قلنا وحان نصهر مرتي إنا نهري أنري سورة الليلة سورة البقرة وآل عمران وسورة تأصيل وتأسيس واللبدا سورة دودة سلقق إيا آساسك إيا قنقق بأوء شريعة إسلامك النبي محمد لوسو ديبي عليه الصلاة والسلام قرآن كالنبي محمد لوسو دجيي ألأو يلي إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون أنك سودتشيني أو إلى لنينا لبدا سورة ضبا سلقق إيا قنقق أؤه هدي آن تلابدا حقيدة أسو قادنه سورة آل عمران وان أول قلينا وان قل أما والقلب أسمينينا وحانو لينا هي سورة آل عمران وسورة لوغو القلكر الثبات على الحق كبريس حق إن لغو السبناده سورة وسورة ليابلة وسورة عظيمة وسورة آد أوين معاني دي دانا ديبا كجلي دونا هدي اللي يرهدو لكن حلقة دينا هدى طبناد وحانكو اكان دونا بذي الله سبحانه وتعالى وحقوين الله سبحانه والتوحيد وحقوين حقك وسغيا وإن قبسته توحيدك إيا عقيدة عفوا وأنا أرنك أي سورة البقرة صوب اللوضي وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم توحيدك هلك أي كصوب اللوضي سورة البقرة سورة دن أياب بيانيغي سيدي ضرور روب سود أي سيدي أبيانيغو سورة دن أياب توحيد كأبيانيغي والسبب قرآن كمن بقرة إلى برب الناس دال أقريدو سورة أي شنجر كسو نقنقط التوحيد أو أهل لا إله إلا هو أما لا إله إلا هو سورة دن بس أياك جرة إذن وسورة كسو غيس حق قارهان قابك قار أهان توحيدك وصورتك وصغيس حق قار أهان حق ناشوك باللوضاء التوحيد وحسا كور مرينة يا موضوع لغيابة إنا إدقاها كعس بيهين لكن آد أفائدة بضان هداد فهم تؤد كفائديسته موضوع أوحالي هذا رد الأعجاز إلى صدورها ومعنى هذا أي تهي سورة ماشي كل ما تو أودي أولو إلي ماشي كصوب اللابات هذا الكل ماشي كل ما تو أولو إلي ماشي كصوب اللوضي قرآن كسيدو السولية هي هذا الموضوع عافهنتو
علماء البلاغة هي بيان كان كورما وانا مدى الإمام السيوطي وكألف كتاب كيسلة جلاله رد أعجاز الصور إلى صدورها وكذلك البقاع رحمه الله أسجل رسالة نوع على وكلاء أبو ألفي وكذلك الدكتور محمد النادي رسالة معاصرة وأدو ونكسن ومقعد الليلاده رد الأعجاز على صدورها وأثره في فقه بناء المعنى أي كألف حفظه الله تبارك وتعالى وموضوع شيق قرآن كسيدو إسوهايستو سلسلة أهان يسيدو إسكونا نجيهي يسيدو إسوه الرعسيهي هي صورة باللغة دي نمات كذا على قدر كذا حيسا هي حتى صورة نماتي هي صورة كحك تحرير كذا حيا قرآن كويس كبس والدقير وهلا أقرئ ولا مدي ما يا قرآن كوا هذا الكإلهي سبحانه وتعالى أنصر نقول صورة آل عمران هي صورة الإخلاص صورة الإخلاص توحيد كي كور رميسا فكذلك صورة آل عمران ما قاعد وحال يا صورة الثبات على الحق وصورة حق كوسويسة وحين كب الله بريسة التوحيد آية دعوها الرئيسة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله أعلم بمراده الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله فمعبود لا إله إلا هو لا معبود بحق إلا هو ألا حق لو عابد كوكا ألا حق لو عابد مجره إلا هو الأسر ما أهل الحي القيوم والله بدا اسمي إهدي إله الغبر يدعى لك أقبلي سبحانه وتعالى علم ذقارك من السليلهين آيات اللي حافيني وزل البقي هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله سبحانه وتعالى رحمك هو يدا وامدك سيدو الدونة المهى وصورة قابك الدونة وأبورة لابك لغا ندك لغا سيدو الدونة الله وصورة مدر مدقابا مدوبا مدبورا مدبي عدونا مدبي عدفي عن إلهي أستقى أرهمتا إسكالي كاسري لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو ألا حق لو عابداي كون كلمة صار إلا هو أستغفر الله سبحانه وتعالى إسلا آيات بقول سيدات آيات تمني سيدات لبتشير بالتوحيد كسو أرون شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله وحوقري الله سبحانه وتعالى وحوقري أنه لا إله إلا هو اللحق الوعاب ذئن سنشر إلا هو أسقى ماهني أسقى قري والملائكة نوحي قرين أنه لا إله إلا هو وأولو العلم نوحي قرين أنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم سيدا صوكلا آيادا لحنا يلا بعض رب العزة وحكوه سبحانه إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم إن هذا لهو القصص الحق كاسي وقصص حق أهو ربأه أو أمبام أهين أو حقيقة محير السورة وصورة حق إي حقيقة كورما يسوق بلوغه ربا نزل عليك الكتاب بالحق الله وامدك سودتي نبي محمد عز كركاغا الكتاب كسودتي بالحق حال ويهمت كلهم كتابك حق إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله معبود لعابدنا وحق لعابدنا موجود ما أهان إلا الله إلا ما أهان وهو العزيز الحكيم أيها الأحبة في الله انت أكبر من حلقة الحكتة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.